السلام عليكم، مساء الخير. وصلنا واحد العتب على أننا ما تنعطوش أهمية كبيرة لواحد الشريحة من المجتمع، أو أننا ما ذكرناهاش في هذه الفترة هذه للأسف ديال هذا الوباء، وهي شريحة النساء الحوامل والمرضعات. حاولنا ما أمكن نجمعوا واحد المجموعة ديال الأسئلة ونجاوب عليها اللي ممكن تكون مهمة لهذه الفئة من المجتمع، تتلخص في 5 ديال الأسئلة. السؤال الأول هو واش النساء الحوامل كاين احتمال أنهم يصابوا بمرض كوفيد 19 أكثر من الناس العاديين؟ الجواب قطعا هو لا، ما كاين حتى شي دليل علمي تيثبت بأنه النساء الحوامل هما أكثر عرضة للإصابة بالمرض أكثر من المواطنين العاديين. إلا أنه بالنسبة للنساء الحوامل الجميع تيعرف وهما تيعرفوا بأنه في هذه الفترة ديال الحمل الجسم تيكون ضعيف شوية، وبالتالي خاصهم يقوموا بالاحتياطات نتاعهم والإجراءات كلها من أجل الوقاية. السؤال الثاني هو يتعلق بإمكانية ديال مرور الفيروس من الأم الحامل للجنين ديالها في البطن. بالنسبة للمعاهد الملكية البريطانية الثلاثة اللي تتعتني بصحة الأم، صحة الحامل وصحة الطفل، اللي هو المعهد الملكي للأطباء التوليد والنساء، معهد أطباء الأطفال، ومعهد قابلة التوليد، هذه ثلاثة المعاهد يجمعوا على أنه ما كاين حتى شي دليل علمي اللي تأكد أنه كاين احتمال يدوز الفيروس من الأم للجنين. فيما يخص السؤال الثالث وهو في حالة إذا لا قدر الله المرأة كانت مصابة بالفيروس أو كاين شك أنها مصابة بالفيروس، واش المرأة مضطرة أنها المرأة الحامل مضطرة أنها تولد بلا سيزاريان، يعني تولد بالعملية القيصرية؟ منظمة الصحة العالمية تقول بأنه ما كاين حتى شي داعي لأنه المرأة في هذه الحالة تولد بالعملية القيصرية، إلا إذا كان شي سبب طبي آخر تستدعي أن الولادة تكون عن طريق العملية القيصرية. السؤال الرابع وهو يخص النساء المرضعات، واش كاين احتمال انه الحليب يدوز من الفيروس، يدوز من عبر الحليب ديال الام، يعني يدوز من المرضع الى ترضع ولدها وكان لا قدر الله كانت مصابه بالفيروس، واش كاين احتمال انه الحليب الفيروس يدوز عن طريق الحليب للرضع؟ كذلك ما كاين لحد الان حتى شي دليل علمي تاكد انه او تقول بانه كاين هذا الاحتمال. بالعكس، منظمه اليونيسف تنصح النساء في جميع الاحوال انهم يرضعوا الاولاد نتاعهم، لانه الرضاعه الطبيعيه فيها تقويه لجسم الطفل وتقويه المناعه ديال الطفل، وتتمد الطفل بزاف ديال المسائل المواد الغذائيه اللي تكون في حاجه لها. والسؤال الخامس هو للاسف اذا كانت المراه المرضعه او الحامل كانت عندها حست ببعض الاعراض، مثلا بعض الاعراض اللي هي معروفه للفيروس كوفيد، المرض كوفيد 19، كالحمى والكحه وضيق التنفس، ففي هذه الحاله خاصه في اسرع وقت تقوم بالاتصال بالارقام الثلاثه المعروفه، الو اليقظه الوبائيه الرقم ديالها معروف 0800 47 47، او الرقم الاخر 101 اعتقد 141، رقم كذلك هو مخصص للتواصل في هذه الحالات، والرقم الاخير هو اعتقد الو 300 حتى هو مخصص في هذه الحالات للتواصل مع الاطقم الطبيه اللي متكلفه بالحالات الوبائيه ديال كوفيد 19. نتمنى انه يكون هذه الاجابه ديال هذه الاسئله هذو يكون فيها نوع من الاعتذار لهذه الشريحه من المهمه من المجتمع. عفانا الله واياكم وقانا الله واياكم من كل باس. شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.